مفتوحة للي عوز يعود، والنفس المجروحة تشفيها الوعود. لو نقول له الهم كله في الصلاة، الدموع هتطير وتهجر الخدود. تعالوا نقول مع بعض: الأبواب مفتوحة للي عوز يعود، والنفس المجروحة تشفيها الوعود. لو نقول له الهم كله في الصلاة، الدموع هتطير وتهجر الخدود. هو عنده للمشاكل، وعنده للمشاكل ألف حل، وحده يمحي كل خوف وذل. لو نيجي له ننادي له هنلاقي فاتح الأحضان لأي حد ضل. هو عنده للمشاكل ألف حل، هو وحده يمحي كل خوف وذل. لو نيجي له ننادي له هنلاقي الأحضن لأي حد ضل. على فكرة الرب إله حنون وطيب وعطوف، وبيسمع لولاده وبناته. الله بيسمع وبيستجيب. ربنا الحنون إله طيب عطوف، بيقول إحنا منهوشين على الكفوف، واللي يدي العمر كله للمسيح يعرف الحنون إله طيب عطوف. قول بنشاط، بيقول احنا منهوشين على الكفوف، واللي يدي العمر كله للمسيح يعرف كل المشاكل والظروف. هو عنده للمشاكل ألف حل، هو وحده يمحي كل خوف وذل. لو نيجي له ونادي له يقبل إلي لا أخرجه خارجا. وعلى فكرة ولا مرة واحد جه للرب وصرف وفارغ. عشان كده الترنيمة اللي جاية بتقول: عمر ما حد اتكل عليك ورجع قال خاب ظني وأملي، لكن كل اللي مسكوا فيك تنجدهم بمعونة تملي. عمر ما حد اتكل عليك ورجع قال ظني وأملي، لكن كل اللي مسكوا فيه تنجدهم بمعونة تمل. عمر ما حد اتكل عليه ورجع قال خد ظني وأملي، لكن كل اللي مسكوا فيه تنجدهم بمعونة تمل. يلا
اتكل عليك. عمري ما حد اتكل علي ورجع خاب ظني وأملي، لكن كل اللي مسكوا فيه تنجدهم بمعونة تملي. ليك وقتك تيجي فيه وبترفع تتدخل وسط الأهوال، وبحكمة إلهية بتسمع تتبدل بيك الأحوال. ليك وقتك تيجي فيه وبترفع تتدخل وسط الأهوال، وبحكمة تنجدهم بمعونة تملي. عمري ما حد تكل عليك ورجع قال ظني وأملي، لكن كل اللي مسكوا فيك تنجدهم بمعونة تملي. اتعودنا خلاص على حبك واختبارك أيامنا تقول، وتعلمنا حياتنا في قربك مضمونة شخصك على طول. اتعودنا خلاص على حبك واختبارك أيامنا تقول، وتعلمنا حياتنا في قربك مضمونة شخصك. اتكل عليك ورجع قال خاب ظني وأملي، لكن كل اللي مسكوا فيك لتنجدهم بمعونة تملي. عمري ما حد اتكل عليك ورجع قال خاب ظني وأملي، لكن كل اللي مسكوا فيك تنجدهم بمعونة تملي. لأنه تعلق بي أناجيه أرفعه، لأنه عرف اسمي يدعوني فأستجيب له. قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعيني عليك. انا مستنيك، انا مستنيك، انا مستنيك تمد لي ايديك. قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعيني عليك. انا مستنيك، انا مستنيك، انا مستنيك تمد لي ايديك. قلبي اتعلق بيك انت كل ما ليا، قلبي اتعلق بيك وبحبك يا فدية. قلبي اتعلق بيك انت كل ما ليا، قلبي اتعلق بيك وبحبك يا فدية. ملجئي وحصني صخرتي القوية، فرحي دوما فيك، فرحي دوما فيك. قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعيني عليك. انا مستنيك، انا مستنيك، انا مستنيك تمد لي ايديك. انا قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعيني عليك. انا مستنيك،
أنا مستنيك يسوع، أنا مستنيك تمد الإيدين. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. قلبي تعلق بيك لأنك حبتني، قلبي تعلق بيك لما في ضعفي شافتني، إيدك الحلوة شالتني وفي حضنك ضمتني، قلبي تعلق بيك. يلا مع بعض. قلبي تعلق بيك لأنك حبتني، قلبي تعلق بيك لما في ضعفي شافتني، قلبي تعلق بيك لأنك حبتني، قلبي تعلق بيك لما في ضعفي شافتني، إيدك الحلوة شالتني وفي حضنك ضمتني، كابني مدلل ليك، كابني مدلل ليك، قلبي تعلق بيك، قلبي تعلق بيك، رمي من قلبك، قلبي تعلق بيك وعليا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد الإيدين. قلبي اتعلق بيك، أنا قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعليا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد الإيدين. حلقه حلاوة وكله مشتهيات. قلبي اتعلق بيك يسوع لا سواك، قلبي اتعلق بيك ربي ما أشهاك، ملكت كياني قلبي ويلساني دوما يهتف بيك. قلبي اتعلق بيك يسوع لا سواك، قلبي اتعلق بيك ربي ما أشهاك، قلبي اتعلق بيك يسوع لا سواك، قلبي اتعلق بيك ربي ما أشهاك، ملكت كياني قلبي ويا لساني دوما يهتف بيك، دوما يهتف بيك. قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعليا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد الإيدين. أنا قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك، قلبي اتعلق بيك وعليا عليك. أنا مستنيك، أنا مستنيك، أنا مستنيك تمد الإيدين. المؤمن الساهر القوي منتظر الرب، على الأبواب الرب يجي، على الأبواب، على السحاب رح يجمعنا، على السحاب، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. السحاب رح يجمعنا على السحاب،
نصحى من وهم العيان، نرجع نحيا بالإيمان، نتبع خطوات بأمان، نلهج بكلام الكتاب. على الأبواب جرب يجي، على الأبواب رنم معانا، على الساحات رح يجمعنا، على الساحات عيوني طاقة لرؤياه، نفسي ملت قولة آه، روحي عطشانة للقاء وقلبي عن هالدنيا تاب. عيوني طاقت لرؤياه، نفسي ملت قولة آه، روحي عطشانة للقاء قلبي عن هالدنيا تاب. عالأبواب قرب يجي، عالأبواب عالساحات رح يجمعنا، عالساحات راجع يخطفنا لدار بإيده صنعها للأبرار، مستنينا يسوع البار يرحب فينا ببيت الآب. عالأبواب قرب يجي، عالأبواب عالساحات رح يجمعنا، عالساحات يا كنيسة جاي العريس اللي اختارك قبل التأسيس، كمل جهازك بالتقديس قرب يجي على الأبواب. يا كنيسة جاي العريس اللي اختارك قبل التأسيس، كمل جهازك بالتقديس قرب يجي على الأبواب. على الأبواب قرب يجي، على الأبواب يجمعنا، عالساحات عالأبواب قرب يجي، عالأبواب عالأبواب عالساحات رح يجمعنا، عالساحات. هاليلويا. وده ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، لأن هناك أمر الرب. على فكرة حياتنا في السماء كلها تكون ترنيم وتسبيح للرب. كم واحد مشتاق لليوم اللي قرب يجي يسوع يريحنا من جسد الخطية وياخدنا معاه نكون معاه إلى أبد الأبدين. ليك المجد يا رب. محلى الإخوة متجمعين بيهللوا، تعالى الأمين والمواهب تكتر وتجد، تكتر وتجد، واحد بالصوت، واحد بالدف، واحد بالعود. لما الشيطان بين راسه، باسم يسوع رح ندعسه، فشر انه يسهر معنا، مركزه بكعب جهنم مش سهرتنا. محلى الإخوة متجمعين بيهللوا، تعالى الأمين والمواهب تكتر وتشوف، واحد بالصوت، واحد بالدف، واحد بالعود. تنزل علينا البركات لما يبدأ عزف الآلات، مواهبنا ملكك ربي يا معزي
لما يبدأ عزف الجيتار موجودة. والشعار اللي افتكر كلنا حفظناها خلال الوقت اللي فات دوت: اسهروا اثبتوا في الايمان كونوا رجالا تقوا. والكلمة اللي طلب مني هي القوة، السهر والقوة، تقوا. الكلمة دي عجباني قوي، لانه انا حاسس انه اليومين دول دي نفس اللي عمالين ربنا يقولهن في الكنيسة عندنا، فكرة السهر، ان في دعوة ربنا بيدعو الكنيسة انها تستيقظ وتسهر. ايات كتير قوي في الكتاب بتتكلم عن كده، لكن احنا اليومين دول فاهمينها بمعنى مختلف، حاسين زي ما بيقول الكتاب كده: خلاصنا الان اقرب مما كان حين امنا. مش بتكلم عن بس مجيء المسيح ثانية اقترب، لا، بتكلم عن نوع تاني من الخلاص، افتقاد الهي. ربنا يفتقد بأمة وشعب، ونشوف مش بس ألوف لكن نشوف ملايين من الناس بتيجي للرب بشكل عظيم جدا. وبيقول: تناهى الليل تقارب النهار. والعلاقة ما بين النهار والليل هي العلاقة ما بين السهر والنوم. والدعوة ان الكنيسة تستيقظ الوقت ده وتعرف ان ده زمان افتقاد. احنا بنعيش في وقت مش زي سنين فاتت. اعرف الرب من سنوات طويلة قوي، من وانا شاب صغير، وشفت الاحداث اللي بتحصل على مستوى الكنائس الانجيلية وغيرها لسنوات طويلة. قادر اقول احنا في وقت خاص، احنا في زمن خاص،
احنا في سنة خاصة كمان، اذا قلنا سنة 2010 احنا نؤمن ان السنة دي سنة خاصة، والكنيسة محتاجة تصحى تستيقظ تفوق. الشعار اللي احنا علقناه عندنا في الكنيسة للسنة دي كلها هو ذا العريس مقبل فخرجنا واخرجوا نساء وسيدات للقائه. الكنيسة محتاجة تصلح مصابيحها، توقد مصابيحها وتخرج للقاء العريس. ربنا جاي يزورنا الأيام دي زيارة مجيدة جدا جدا جدا، ومش عايز يجي يلاقي الكنيسة نايمة في العسل، لكن صحية ومستيقظة واقفة على رجليها بتصلي وبتطلبه ومستعدة تعمل أي حاجة ربنا يؤمرها به لإعلان مجده ولخلاص كثيرين جدا 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 من الناس اللي احنا بنعيش وسطه. فأنا مسرور كل السرور من أجل كلمة اسهروا ديت، روح اليقظة روح السهر. بيقول بطرس كده إن كانت الأشياء دي كلها تنحل أي ناس يجب أن تكونوا أنتم منتظرين وطالبين سرعة تحقيق اليوم العظيم دوت. بيقول فتعقلوا واصحوا للصلوات. فالعقل بيقول أن ده وقت نصحى ونسهر ونستيقظ ونطلب الرب كما لم نطلبه من بر من قبل. وأنا بشكر ربنا لأجل التجمع الهائل ده اللي من مثالي من أسوان لغاية اسكندرية ومن الشرق لغاية الغرب، اللي فيه كبار وصغيرين موجودين في مكان واحد بيسمعوا كلمة ربنا وبيطلبوه. كونوا رجالا تقووا، الساهر القوي، الساهر القوي. خليني مرة تانية نطلب ربنا أن يكلمنا في هذه اللحظات، تكلم إلينا يا رب، افتح عيون أذهاننا، أنر عقولنا يا رب عشان نسمع منك، ودينا الروح ديت روح القوة، السهر والقوة، القوة اللي مش من عندنا، القوة اللي من عندك. افتح عينينا لنرى ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ اللي انت أعددتها لولادك وبناتك، ميراثنا فيك يا سيدنا الرب، ما وهبتنا إياه، ما أعطيتنا إياه أن نعيش به وأن نعيش نمجدك به. اذكر يا رب ضعفه وعجز عبدك أمامك، وتنازل إلى هذه الجماعة الحاشدة التي أتت في محضر، أعطيهم طعاما وخبز تشبع به قلوبهم، أعطيهم يا رب ماء يروي عطشهم، وأعطنا رب نفخات من الروح القدس، أنفخ فينا نفخات إلهية يا سيدنا الرب عشان خاطر المسيح. آمين. أكتر كلمة بسمعها مرات كتير من الإخوة المؤمنين إن يجي يقول لك أنا مش قادر، مش قادر، مش قادر أعيش الحياة ديت، مش قادر أكون الشخص دوت، مش قادر أعمل اللي بيقول علي الرب، قبلت الرب وحياتي اتغيرت وغفرت خطاياي وحسيت أني طاير طاير طاير، وبعد شوية لقيت نفسي بنزل على جدور رقبتي وبسحف على الأرض ومتعثر، والعفة والطهارة والقداسة والسهر والصلاة، مش قادر أعيش الحياة ديت. ولما أسأله أنت عايز؟ يقول طبعا عايز. أتريد؟ أريد. ما فيه المشكلة؟ مش قادر. مين اللي قال إن ربنا بينتظر مننا القدرة؟ مين اللي خدعنا وربنا قال في أي حتة إنك تقدر؟ مين قال إن ربنا بيقولك إنك تقدر؟ مش موجودة، مش موجودة. انتظارنا أن نجد في أنفسنا قدرة لنعيش الإنجيل ولنعيش حياة السهر ولنحقق دعوة الله في حياتنا، لنعيش الإنجيل الذي نؤمن به ولنشهد لكلمة نعمته بقوة تؤثر في حياة الناس، انتظار واهي. الوعد ده مش موجود في الكتاب المقدس، بالعكس الوعد بيتكلم بصورة مختلفة. في رسالة أفسس أصحاح 6 بولس الرسول اللي كتب الكلمات دي في كورنثوس الأولى 16 هو بيقول كده: أخيرا يا إخوتي اعملوا إيه؟ تقووا. فين؟ في الرب. وفي شدة قوتي. ربط الكتاب ربط هائل جدا بين القدرة وبين ربنا، القدرة وربنا. ربنا مش بينتظر منك أو منك قدرة. كونوا رجال، فأنا لازم أبقى جدع، لازم أوري له أني أنا. مش طالب منك كده، مش طالب منك أنك تبقي راجل. عايزك ست، موافق على الحكاية دي قوي ومبسوط بالحكاية دي جدا،
لكن الرجولة هنا، الجدعنة هنا، اني اعمل ايه؟ اني اتقوى في الرب وفي شدة قوته. وفرق بولس الرسول في هذا الجزء من رسالة أفسس بين حاجتين، بين القدرة الإلهية اللي عايز يمنحها لينا، وبين الأسلحة الروحية التي يريد أن يمنحنا إياها. وقال دي حاجة ودي حاجة، دي علي ودي عليه. قال لا، لا دي علي ولا دي عليه، الاثنين بتوعه، القدرة من الله والأسلحة بتاعت ربنا. فالأسلحة الروحية بتاعت ربنا والقدرة بتاعت ربنا. احنا بنحاول مرات بقدرتنا نستخدم أسلحة الله، فبقدرتنا نستخدم ترس الإيمان ونستخدم سيف الروح ونستخدم خوذة الخلق. ما نقدرش، حتى دي ما نقدرش. لو لبستك الخوذة ديت، لو لبستك الدرع ده، لو اديتك السيف ده، وتعرف هتعمل ايه؟ هتقع تحتي، تقيل عليك، تقيل عليك. عشان كده بولس ابتدى بالحديث عن تقووا في الرب وفي شدة قوته، وبعدين البسوا سلاح الله الكامل. السيف ده سيف الروح، تقيل قوي، تقيل قوي، ان دراعي دي تشيله. ده الروح القدس هو اللي يشيله، لان ده سيف مين؟ ده سيف الروح. ايدي دي ما تشيلوش. والترس ده والدرع ده كبير قوي علي، انا ما اقدرش اشيله، هخور تحتيه. زي ما داود كده لما لبسوه اللبس بتاع الملك شاول، ما قدرش يتحرك، في قال ما انا ده تقيل علي، تقيل علي. اسهروا، كونوا رجالا، تقووا بايه؟ تقووا في الرب وفي شدة قوتي. لما بيكتب الأهل أفسس أيضا في بداية هذا الأصحاح، في بداية هذه الرسالة، بيقول مستنير عيون أذهانكم لتعلموا رجاء دعوته غنى مجد ميراثه في القديسين. وبعدين بيقول حاجة جميلة جدا جدا، عظمت قدرته الفائقة نحونا. عظمت قدرته الفائقة. ربنا إيه القدرة اللي عايز يديهاني ويديها لك؟ إيه القدرة اللي كتبها باسمي وباسمك؟ إيه الإمكانيات، القدرات الإلهية اللي قال دي هديها لولادي، مش هطلبها منهم، دي أنا عامل إيه؟ دي أنا هديها ليهم. عظمت قدرتي الفائقة نحونا نحن أمينون حسب عمل شدة قوتي إذ أقامهم الأموات وأجلسه عن يمينه في السماوات. فالقدرة ديت هي قدرة القيامة، قوة القيامة. تقووا بقوة القيامة، تقووا بشدة قدرتي الفائقة من نحونا. اسهروا، كونوا رجال، تقووا بقدرته الفائقة من نحونا. إذا في يوم الأيام قلت لروحك أنا أقدر أعمل اللي ربنا عايزه مني، اعرف إن ده يوم الهزيمة، يوم الكسر. لما بولس أصيب بشوكة في الجسد وبعدين طلب ثلاث مرات عشان ترفع عنه هذه الشوكة، فربنا في الآخر قال له طب أنا عندي حكاية عايز احكيها معاك. قال له اتفضل. قال له ايه رأيك نخلي الشوكة دي؟ قال له انا كده حب اضعف قدرتي على الخدمة، اقل انا قدراتي كده البشرية والجسمانية ضعفت. قال له ما دي ميزة. قال له ميزة في ايه؟ قال له قوتي في الضعف تكمل. ودي المعادلة اللي احنا مش فاهمينها. اكيد يا رب كل ما قدرتي اكتر كل ما قدرت اعمل لك حاجات اكتر. ربنا بيقول كل ما ضعفك زاد كل ما قدرتك زادت. تيجي منين؟ تيجي من نفس الفكرة ديت، اني انا مش محتاج قدرتك، انا عايزك تستخدم قدرتي. ولما بتكون قادر ما بتستخدمش قدرتي. انا اقدر اشيل الشنطة ديت فما بجيبش حد يشيلها لي، بس الشنطة دي تقيلة عليا، بحتاج حد يشيلها لي. المشكلة دي على قدي فبشيلها، أكبر مني بدور على حد إيه يشيلها لي. فكل ما ضعفت قدراتي الإنسانية الطبيعية كل ما التجأت للقدرة الإلهية الخارقة للطبيعة. فبيقول له قوتي في الضعف تكمل. هو بيقول كده أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والضيقات، لان حينئذ حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. انت بتلخبطنا؟ لا انا مش بلخبطك.
لأن في ضعفي تحل علي قوة المسيح. تقووا. مش بيقول لي هنا ايه؟ يلا يا اولاد شدوا حيلكم تشجعوا كده وكل واحد يشمر ايديه ويلا بينا نكسر الدنيا. مش هنكسر حاجة خالص، احنا اللي هنتكسر. امال بيقول لي ايه؟ بيقول تقوى في الرب. شدة قدرته الفائقة من نحونا. ايه الفرق بيني وبين بولس؟ ايه الفرق بينك وبين بولس؟ ان بولس ده قديس، ما احنا قديسين في المسيح. انه مؤمن، ما حضرتك مؤمن. انه ممتلئ من الروح القدس، مفروض تكون حضرتك وحضرتك ممتلئ من الروح القدس. الفرق انه عاش مش بقدراته، مش بامكانياته، انه عاش بالقدرات الالهية والامكانيات الالهية. خلي بالك من الفرق بين الاثنين. احنا بنميل لاستخدام امكانياتنا، بنميل لاستخدام مواردنا، وده اللي بيخلينا حتى لو نجحنا وحتى لو انتصرنا الى حين وحتى لو عشت في نصرة وفي غلبة وربنا استخدمني وباركني الرب جدا، سهل قوي اتكبر وسهل اشاور على روحي. بنتفرج على اللعيبة كده في الكرة، اول ما يجيب جون يعمل ايه؟ يعمل كده. انا وبعض اللعيبة اول ما يجيب جون يعمل ايه؟ شاور كده. هو لما بعملها بامكانياتي بيبقى سهل من غير ما شاور كده. انا بقول لروحي ايه؟ انا. لكن لما ببقى متأكد من ضعفي وكل ما بستخدم امكانيات الله، اولا الانجاز 10 أضعاف 100 ضعف 1000 ضعف 1000000 ضعف، وما اقدرش في يوم من الايام اقول، ما اقدرش ابدا اقول انا في يوم من الايام، ما اقدرش افتخر. بولس يقول افتخر بضعفاتي، ما اقدر انجازاتك، ما اقدرش افتخر بانجازاتي، وحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. الانجازات دي مش انا اللي عملتها، بنعمة الله انا، ما انا اللي انا فيه ده، اللي انا فيه ده مش انا اللي عملت روحي كده، اللي عملني كده مين؟ نعمة الله. انا ما انا ده بنعمة الله. يعني انت برضو عملت حاجة؟ انا ما عملتش حاجة، وإلا كان هيبقى لي ايه؟ فخر. بس انا ملياش فخر، انا ملياش فخر. كل ما تعيش الفلسفة دي في الحياة، كل ما تستقبل قدرة الله وتتكل على قدرة الله وتعيش بقدرة الله، كل ما ربنا يأتمنك على قدرته أكتر وما يخافش عليك، وكل ما هتنتصر وتغلب وتؤثر في حياة الآخرين نتيجة القدرة الإلهية دي، كل ما ربنا هيوكلك على خدمة أكبر وما يخافش عليك. لأن يا ناس أول ما نجحوا في الخدمة انتفخوا وضاعت حياتهم، ضاعت حياتهم، مش بس ضاعت الخدمة، ضاعت حياتهم قبل الخدمة وبعدين ضاعت الخدمة. بتضيع حياتي في الخفاء، في الخفاء، لأني ظننت في نفسي فوق ما أبدو أو أظن، فضاعت حياتي وبعدين الخدمة فضحت وضاعت الخدمة ديت. لكن لو عشت أنا عايش بالفكرة ديت، السهر، اليقظة، اني فايق كويس قوي قوي قوي، اني انا ما اقدرش من الاول، فما بقولش لروحي اني احاول من الاول، بقول لنفسي هتكل على نعمته، هتكل على موارده، هتكل على قوته. حاضر، وعمري ما هنتفخ او افتخر. كمية كبيرة قوي من الايات في الكتاب بتعبر عن القصة ديت، بيقول كده شجعتني ايه؟ قوة فين؟ في نفسي. أنا خرت، إيه اللي وقفك على رجليك؟ ما عرفش، قوة جوايا مش بتاعتي. شجعتني قوة في نفسي. الله لم يعطنا روح الفشل، بيكتب لتلميذه تيموثاوس بولس، بيقول الله لم يعطنا روح الفشل، مال إيه؟ أعطانا روح إيه؟ روح القوة، روح القدرة الأول إني أبقى قادر، وبعدين المحبة إني أحب، وبعدين النصح إني أعرف أختار صح. انا محتاج لقدرة ومحتاج لحب ومحتاج لنصح. منين اجيب التلاتة دول؟ من جوايا؟ ما عنديش، انا ما عنديش. انت عندك؟ انت عندك؟ محدش عنده، بس ربنا عنده، وكتب لنا وادانا امكانياته اللي ملهاش
حدود، وادانا سلطانه اللي ملهاش حدود، وادانا ان نكون شركاء الطبيعة الإلهية اللي بيها هاربين من الفساد الذي في العالم، الشهوة. ليه ناس كتير من المؤمنين مغلوبين من الشهوة؟ شهوة الجنس وشهوة العيون وشهوة الجسد وشهوة الأكل وشهوة ليه ناس كتير مغلوبة من الشهوة؟ مع انهم مؤمنين وفي بداية حياتهم عاشوا حياة نصرة، لأن ظن لأنه مؤمن يقدر يغلب، ودي مش حقيقة. الطبيعة الإلهية، الإمكانيات الإلهية مش البشرية. أنا اتغيرت بس أنا لازلت إنسان، وحفضل في إنسانيتي بعتمد على القدرات الإلهية في حياتي كلها، إني أعيش التقوى وإني أخدم الرب. عشان كده يوم بعد يوم بكتشف إن اللي أنا فاهمه ناقص، وبكتشف إن الإمكانيات اللي أنا خدتها من ربنا عشان أعيش بيه هديت أقل بكتير من اللي هو عايز يدياني. في الأول بكتشف قدرته إني أغلب الخطية، بعد شوية بكتشف قدرته إني أأثر في حياة الناس، بعد شوية بكتشف قدرته إن أنا أنقل الجبال. وأقول لهذا الجبل انتقل فينطرح. وأقول للسماء تقفل فتقفل، وأقول للسماء تفتح فتفتح. كان إلي إنسان تحت الألام مثلنا، وصلى صلاة أن تمطر فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء. إيه ده؟ مين ده اللي يقفل فيقفل ويفتح فيفتح؟ ده واحد شغال مع ربنا، مش هو صحي الصبح كده لقى مطر قال لا أنا عايز أتمشى، اقفل يا رب، فربنا قفل. وبعدين طلع قال إيه ده الدنيا، لا افتح يا رب. لا ده بشغال مع ربنا، بيستخدم إمكانيات ربنا في تحقيق إرادة ربنا. طب ربنا ما يقفل من غير إلي؟ لا أنا عايزكم أنتوا تعملوا اللي أنا عايزه. أنا عايزكم أنتوا تقفلوا لما أكون عايز أقفل، وعايزكم أنتوا تفتحوا لما أكون عايز أفتح، عشان تعرف هذه الأمة أني أنا الرب، وأن ده شعبي، وأن دول ولادي وعبيدي. إحنا مش متصورين الحدود بتاعة قدرة الله من نحونا. إحنا عايشين في مشاكلنا الصغيرة، وكل اللي ربنا عايز يحلي هو مشكلتي، اني انجح، اني اتجوز، اني اخلف، اني اربي عيالي، اني اهزم الخطيه ديت. فاحنا فاكرين ان ده اللي ربنا بيتكلم عنه. لا ربنا مش بيتكلم في قدرته الفائقه من نحونا التي اقامت يسوع من الاموات واجلسته عن يمينه في السماويات فوق كل رياسه وقوه وسلطان وقوه، ليس في هذا الظهر بل في الظهر الاتي ايضا. دي القدره المتاحه للكنيسه. بطرس محروس في السجن، والكنيسة عندها سلطان انها تفتح السجن وتطلع بطرس. ولما طلع بطرس ما صدقوش، وكأنهم بيقولوا ربنا ايه ده طلع بجد، ده طلع بجد اللي انت بتقوله ده. هم عمالين يصلوا افتح ابواب السجن افتح ابواب السجن، فربنا فتح ابواب السجن، خرج عبدك اطلقه حر، فخرجه. فوقف على الباب يخبط، فالجارية راحت وجت قالت لهم بطرس واقف بره، قالوا لها اتهزين؟ ده 100% روح، انت جرالك حاجه، سيرنا شويه زياده يا جماعه، مش انتوا كنتوا بتصلوا كده دلوقتي؟ مش انتوا كنتوا بتطلبوا؟ كنا بنطلبها بس مش معقول، يعني مش معقول انا هعملها. لا هيعملها، وهيعملها وهيعمل اعظم منها. بولس وسيلة في قلب السجن مضروبين مطروحين، فبولس يقول لي سيلة ما تقوم نصلي، ما تقوم نستخدم سلطتنا الإلهية، ما تقوم نقول فيكون ونأمر فيصير، ما تقوم نستدعي حضور الله في هذا المكان فيأتي فيزلزل المكان ويفتح القيود ويحرر الناس، ويبقى يتحول السجن إلى أعظم اجتماع كرازي كل الناس سلم حياة المسيح، إخواتنا المساجين والمجرمين والسجان ومراته وعياله، ويصير خلاص عظيم. دي قدرته الفائقة من نحونا. احنا بنحب نوفرها بقى، انا استخدم امكانياتي عشان اهزم الخطية واعيش القداسة، واستخدم امكانياته في احداث ايات وعجائب. لا انت ابسط حاجة مش هتعرف تعملها من غيره، واذا اتدربت ان ابسط حاجة في حياتك بتستخدم قدرته الفائقة من نحوك،
هتقدر تكتشف ان قدرته دي مش بس عشان تعيش الانجيل ولا عشان تشهد عن الانجيل، لكن عشان تمجد الله بحسب قدرته الفائقه في عيون الاخرين. دي الكنيسه. اسهروا، تقووا، تقووا في الرب. قبل ما انا عايز البس الاسلحه الروحيه، انا عايز البس المسيح. قبل ما انا عايز امسك سيف الروح الذي هو كلمه الله، انا عايز ذراعي دي تبقى ذراع القدير، قويه يدك، مرتفعه يمينك، لك ذراع القدره، قويه يدك. انا عايز دي تبقى ذراعه، دي تبقى ذراعه، والقلب ده يبقى قلبه اللي بيخفق بحبه وبنبضه، والذهن ده مستنير، والعقل ده مفتوح، وربنا قادر يريني رؤى وعجائب وآيات، ويريني الرب جالس على كرسي عال عظيم وأزياله تملأ الهيكل، وهو المتسلط في مملكة الناس، وهو الذي يقول فيكون ويأمر فيصير. فأنا متقوي في الرب، أنا موجود فيه، أنا موجود جواه، أنا عايش في المسيح. مش بس المسيح عايش فيا، ناس كتير قوي بتكتفي المسيح موجود فيا، أنا قبلته موجود جوايا، وبطلعه كل شوية كده أبوسه وأخليه جوايا، أقول له أوعى تمشي أنا كان يعني لا، الدعوة هنا إني أعيش أنا فيه، مش بس أقبله في قلبي، أنا أعيش فيه، أعيش في غناه، أعيش في قدرته، أعيش في نعمته، أعيش في حكمته، أعيش في ذكره، أنا أوجد فيه. بولس بيقول كده، أغرق في المسيح وأوجد فيه، مش بس أربح المسيح، لا، وأوجد فيه. مش كده يقدر يقول بقى بسهولة قوي، أستطيع كل شيء، سوبرمان بقى أنا، الوطواط، الرجل الخارق. لا 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 لا، بقيت الآية هي الأهم، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أخي وأختي، خليني أهمس ده في ودنك وفي ودنك، قدرة المسيح متاحة ليك ومتاحة ليك، قدرة المسيح متاحة ليك ومتاحة. وإذا لم تلقي قدرتك عشان تأخذ القدرة الإلهية، هتفضل تعيش بإمكانياتك، وهتفضل مهزوم وعاجز أن تعيش الإنجيل وأن تنادي بالإنجيل، وهتفضل محاني راسك. لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ لماذا تأنينة فيا؟ ليه؟ لأني مهزوم، لأني مش قادر، لأني مش قادر. ما تقولش مش قادر، ما تقولش نفسي منحنية فيا، ما تقولش مش قادر، ما تقولش مش قادر، لأن مين طلب منك إنك تقدر؟ مين قالك إنك تعمل كده؟ اللي تقالك مد إيدك وخد القدرة الإلهية، هتقدر تقول أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. تقووا في الرب وفي شدة قوتي. ساعتها ألبس سلاح الله الكامل، ساعتها أستخدم إمكانيات ربنا وأسلحته، مش بس إمكانياتي وأسلحتي، فأنا بستخدم إمكانياته، ذراعه، وبستخدم أسلحته هو. فما مش بقول كلامي، بقول كلمته، فباخد سيف الروح. إحنا كتير قوي بنمسك سيف الروح في إيدينا. في سفر الرؤيا السيف دوت كان فين؟ كان فين؟ كان في الإيد؟ فين دايما السيف كان في سفر الرؤيا؟ سيف خارج منين؟ من فمه. في طول سفر الرؤيا السيف مش في الايد، طول سفر الرؤيا السيف ما فين؟ في الفم، في الفم، لان السيف ده هو كلمة الله، هو كلمة الله. فالسيف اللي بنتكلم عنه سيف الروح الذي هو كلمة الله، ما امسكوش في ايدي، امسكه فين؟ أمسكه في فمي، أمسكه في فمي، لأنه كلام، مش سيف بيذبح، ده سيف بيحيي، ده صوت ابن الله، والذين يسمعون صوت ابن، أول أموات الذين يسمعون صوت الله يحصلهم إيه؟ يحيون. فده سيف مش بيقتل، ده سيف بيعمل إيه؟ ده بيحيي الأموات. سيف بيتنبأ العظام اليابسة فتكتسي عصب وجلد ولحم وتقوم على أقدامها جيش عظيم.
ده كلمة الله، ونقول للناس اسمعي كلمة الله والسامعون يحصل ايه؟ يحيون. ساعتها اللي بيتكلم عنه سلاح الله الكامل يبقى ليه معنى، يبقى ليه معنى. يبقى السيف ده كلمة الله بيخرج من فم الله، بيخرج من قوة فيا من الروح القدس، فالكلمة دي بتبقى خارقة، خارقة إلى مفرق النفس والروح، ومميزة أفكار القلب ونياته. فلما بتكلم إلى حياتي بكلمة الله بتحييني، ولما بتكلم بكلمة الله لحياة الناس بتحييها، ولما برمي الشبكة لا يمكن ترجع إلي فارغة. دكتور زكريا، عمرك رميت الشبكة وطلعت فاضية؟ مش ممكن ترمي الشبكة في ملكوت الله وتطلع، لا يمكن تطلع فاضي. كل مرة ترمي الشبكة هتلاقي ناس طالعة قدام بتبكي وتعيط وتسلم حياتها للمسيح على طول. ليه؟ لأن ده سيف الروح اللي مش أنا بستخدمه، اللي بستخدمه بقدرة ربنا، فبأنادي الناس بصوت الله فالسامعون. مش هيسمعوا صوت سامح موريس، هيسمعوا صوت مين؟ صوت ابن الله، صوت ابن الله. مهما ناديت، انا جبت واحد ميت وقعدت تندع عليه من هنا لغايه لما انا اموت، هيسمعني؟ مش هيسمعني. لكن المسيح ينادي عليه يحصل ايه؟ يقوم. لعازر هلم خارجا، يعمل ايه لعازر؟ ده لما يكون راح مش الفردوس، لما يكون راح فين؟ هيرجع ويجي، هيجي. لما نفهم الحقيقه دي اللي بنتكلم عنها، ان القدره قدرته، وان السلاح اللي بستخدمه ده بتاعه، الكلمة كلمته، البر بره، الخلاص خلاصه، إنجيل السلام إنجيله، الإيمان ده ثقتي فيه، الإيمان اللي بستخدمه، الدرع ده، الترس ده ترس الإيمان، ده ثقتي فيه، ده ثقتي فيه، وبثقتي في المسيح وباسم المسيح بأمر الأرواح الشريرة فتنطهر، وبأقول فيكون، وبأمر فيصير. بيكتب يوحنا وبيقول للأحداث: لأنكم أقوياء. أقوياء أصل الشباب بقى عضلات، وبيروح الجيم بقى وبيعمل عضلات بقى وبيبقى بقى كده. لا، مش بيتكلم عن دي القوة. لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. فمش بيتكلم عن قدرتي، بيتكلم عن القدرة الإلهية اللي أعطيت لي، وكلمة الله الممنوحة لي في حياتي اللي بيها أنا بغلب الشرير. في نظرنا الشباب أضعف ناس للثبات الروحي ضد الشهوة وضد الخطية وضد العالم، مش كده؟ وبيكتب للشباب وبيقول لهم أنتم بالذات أقوياء. مفروض الشيوخ، مفروض القادة، مفروض الخدام، فروض المتقدمين في الإيمان، مش الأحداث، مش الشباب الصغير اللي عرف المسيح قريب، واللي بيصارع مع النجاسة والخطية والشهوة ومحبة العالم وكل ما يقدمه العالم من بدائل ومزغلل عينيهم على الآخر. مش دول الأقوياء. لا، دول الأقوياء. أنا مش بتكلم عن القدرة البشرية، أنا مش بتكلم عن القدرة البشرية، أنا بتكلم عن قدرة الله الفائقة من نحونا. أخي وأختي، عندي دعوة بسيطة جدا النهاردة، دعوة بسيطة جدا، وعايز أدوك بنعمة الله أنك تفتح عينيك وتشوفها، أنك تفتح عينيك وتشوفها. خليني أقرأها لك زي ما كتبها بولس: كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. روح الحكمة، الفهم والإعلان، يعني عينيك تشوف، عينيك تشوف الحقيقة، عينيك تشوف الحقيقة. كتير مننا إحنا فاهمين الحقائق هنا، قريناها، سمعناها في الوعظ، حضرناها في مؤتمرات، حليناها يمكن في المراسلة، فأنا فاهم الحقيقة، عندي حكمة، بس ما عنديش إيه؟ إعلان. ما شفتش، أنا ما شفتش. عينيك لازم تشوف، تشوف قدرته من نحوك وتشوف ضعفك، وتقرر تتنازل عن ضعفك وتقبله وتستبدله بقدرته. روح الحكمة والإعلان في معرفتي اللي هتخليكم
مستنير عيون أذهانكم لتعلموا رجاء دعوته. غنى مجد ميراثه في القديسين، عظمة قدرته الفائقة من نحونا نحن المؤمنون. الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات أجلسه عن يميني في السماوات فوق كل رياسة وسلطان. عينيك لازم تشوف، لازم تشوف. واحد فقير مش لاقي ياكل، كل ما يحط ايديه في جيبه تطلع فاضي، وجعان وعايز ياكل، وبيضطر في الاخر يشحت، اديني قطمه، طب اديني حته، طب بق، جعان ومش عارف اشتري ومش عايز اسرق، فبعمل ايه؟ فبشحت. وفي شيك، شيك مكتوب باسمه ببليون جنيه، بليون مش مليون، بليون جنيه. فبيبص للشيك ده فبيقول اكيد اكيد ده مزور، اكيد ده خدعه، شعور انا مش هياكل وفي شيك بالمبلغ ده. فبيعمل ايه في الشيك دوت؟ بيطبقه حطه في جيبه او بيقطعه او بيبل وبيشرب ميته. هو ده الفرق، ان عينيا تتفتح فاشوف فقري وضعفي واني مش قادر، مش قادر اصلي، مش قادر اركع اصلي، مش قادر اهزم الخطيه، مش قادر اعيش الحياه اللي بسمعها طول النهار، مش قادر. وبشحت، بحضر مؤتمر واتشجع وارجع تاني مش قادر، واروح لاخ اقول له صلي لي فيحط ايده عليا ويصلي لي واتشجع، وبعد يومين الاقي نفسي مش قادر، بشحت. وبين عيني تتفتح وارى قدرته الفائقه من نحوي، ارى قدرته الفائقه من نحوي، اشوف ان قوه قيامه المسيح هي نفس القوه التي يريد الله ان يقيمني فيها من ضعفي ويجلسني معه في السماويات فوق كل رياسه وسلطان وقوه، فوق الخوف، فوق النجاسه، فوق الشهوه، فوق الضعف، فوق الكسل. واصرف الشيك ده وقال يا رب هعيش بالقدره دي، هعيش بامكانياتك مش بامكانياتي، وهعيش ليك مش هعيش ليا. لان البعض فتحت عينيه وادرك قدره الله من نحوه فقرر يعيشها بس ليه، يستخدم امكانيات ربنا عشان هو يتمجد، عشان يحقق أحلامه، عشان يعيش حياة منتصر، عشان يفتخر بالقداسة اللي فيه، عشان يفتخر بالخدمة اللي بيؤديها. فاتخذت منه، فاتخذت منه. أنت فهمت غلط، أنا مش هديك قدرتي عشان تعيشها لنفسك، أنا هديك قدرتي عشان تقدر تعيش بيها ليا. ودي أسعد حاجة في حياتك، أنك تخرج من نفسك، تخرج من إمكانياتك وتخرج من أوهامك ومن أحلامك وتعيش بإمكانياتي لملكوت الله ولمجد الله، فتحلق معي في سماء المجد. أنا بدعوك وبدعوك النهاردة عينيك تتفتح. كم مرة ما كنتش قادر تصلي، يعني رحت ربنا قلت له أنا مش عارف أصلي، لو سبتني مش عارف أصلي، ممكن ترسل معونة بالروح القدس يشفع فيا بأنات فأعرف أصلي؟ فليت نفسك بعد 3-4 دقايق انسكب جواك روح صلاة وصليت ودخلت المحضر ربنا وتراءى الرب لحياتك وانسكبت أمام الله كما لم يحدث من قبل. وبعدين تقول لروحك أنا تعلمت بقى، أنا عرفت خلاص مرة جاية، خلاص خلاص يا رب أنا جاي بقى خلاص، ده أنا المرة اللي فاتت اتعزيت تعزية وصليت صلاة واتباركت بركة، خلاص خلاص أنا عارف أعمل إيه. وتلاقي نفسك تاني مرة بتكلم روحك بتاخد راسك في الحيطة، لأنك فهمت إنك خلاص عارف تعملها إيه لوحدك. بولس فاهم الحكاية ديت، لسنا نعرف ما نصلي لأجله كما ينبغي، الروح هو اللي يعين إيه. فأنا كل مرة كل مرة أصلي أقول للروح القدس أنا ما أعرفش أصلي، ممكن تصلي فيا؟ يقول لي حاضر يا فندم. كل مرة أقف قدام حاجة أقول لرب أنا ما أعرفش أعملها، ممكن تعملها فيا؟ يقول لي حاضر يا فندم. وانا اعمل كده على طول بقى هفضل كل مره اشوف ضعفي واشوف قدرته، هفضل كل مره افتخر بضعفي واستند على قدرته ونعمته.
هفضل رحلة حياتي أتقوى في الرب وفي شدة قوته. ولما أشيل أسلحته هو، أشيل سيف الروح الذي هو كلمة الله. الكنيسة في وقت من الأوقات حولت السيف ده إلى سيف بحقه حقيقي، حولت السيف بدل ما في الفم أن تنادي بمحبة الله حولته إلى سيف تبارز به الأعداء، وجت لتحرر أورشليم وتسمت الحملة الحملات الصليبية، والجنود العلامة بتاعتهم صليب. سيبك من الهزيمة اللي حصلت، لأن ربنا مش ممكن يبارك حاجة. سيبك من الهزيمة اللي حصلت على يد صلاح الدين، لكن الأكبر العار اللي أعطي للإنجيل قرون هذه عددها، العصرة التي عصرت ملايين لأجيال طويلة حتى الآن، لأن الكنيسة قررت أن تحول سيف الروح إلى سيف الجسد، وتحول سيف الروح من أن يبقى في الفم أنه يبقى في الإيد. خلي بالك، أنا بعيش مع ربنا بإمكانياته، وبعيش مع ربنا بأسلحته الروحية. أسلحته الروحية كلمة الله، أسلحته الروحية القداسة، أسلحته الروحية ركب ساجدة، تركع وتصلي، تطربق السماء على الأرض، تطربق السماء على الأرض. يا نهار أبيض، هي دي الأسلحة. هو ده السلاح الجوي بتاعنا. السلاح الجوي بتاعنا نعمل إيه؟ نروح راكعين. يا رب ابعت مطر، ابعت مطر، ارسل الروح، يجي الروح القدس، ملائكة من السماء، تنزل ملائكة من السماء. ده السلاح الجوي بتاعنا، ركب. اللي بيركع ده الضعيف، ده المؤمن. اللي بيركع ده اللي مش قادر، ايوه انا مش قادر، بس عن طريق الركب بتصل بالقدير الذي لا يعصر عليه امر، فبطربق الدنيا. فهمني يا إخوة، اليومين دول الكنيسة لازم تيجي على ركبها وتجرب السلاح الجوي دهوت، والمعونة السماوية تأتي، ويرسل الله جيوش من الملائكة، ويرسل الله إعلانات بالروح القدس برؤى وأحلام وزيارات إلهية مجيدة، ويعطي أن تكون علامة ابن الإنسان في سماء بلادنا العزيزة، ويراه كل بشر، ويعلن مجد الرب، ويستد كل فم، ويعترف كل. هي دي إمكانية ربنا ادهلنا؟ نعم. إشعياء بيقول له كده، تشق السماوات وتعمل ايه؟ وتنزل. يحصل ايه؟ من حضرتك تتزلزل جبال. عشان تعمل ايه؟ عشان تسحق اعدائك؟ لا، لتعرف اعدائك اسمك. مش بنسأل عشان تنتقم، مش بنسأل عشان تيجي عشان خاطر تنتقم من اعدائنا، بالعكس احنا بنسأل عشان تأتي وتعرف اعدائك حبك ليهم ورحمتك عليهم، وانك وضعت نفسك من اجلهم، وانك حبيتهم كما احببتنا، وانك بذلت ابنك زي ما بذلته عننا. دي الصلاة، دي القدرات الالهية، اني مش بشتغل بامكانياتي، انا بشتغل بامكانيات ربنا. معك كام؟ معيش حاجة، فرصتك احسن بكتير من اللي معاه حاجه. انا ضعيف قوي يا قسيس، فرصتك اكتر بكتير من اللي حاسس انه قوي. الصغير يصير الفا، الحقير يصير ام. اشمعنى؟ ليه؟ لان استخدم الله الضعفاء ليخزي الاقوياء، والفقراء ليخزي الأغنياء، والمصدرة وغير الموجود ليبطل ليه المعادلة دي؟ لأن الناس دول قدروا يفهموا أن يتكلوا على غناية وقدرتي ونعمتي. الباقيين افتكروا أن اللي عندهم يكفيهم. مين أضعف واحد هنا؟ مين يفتخر بضعفه هنا؟ مين يقول في ضعفي تحل علي قوة المسيح؟ اسمحوا لي نقف عشان نصلي مع بعض.
كونوا رجالا تقووا، تقووا في الرب، تقووا في شدة قوته. مش دراعك دراعه، مش أسلحتك أسلحته، مش إمكانياتك إمكانياته. قول يا رب النهاردة نور عيني أشوف، افتح عيني أشوف يا رب، افتح عيني أشوف. افتح عيني أشوف ضعفي وأقبله، بدل ما أقول لك غير ضعفي أقول لك أشكرك لأجل ضعفي، أشكرك لأجل ضعفي، نعمة الضعف أشكرك. بدل ما أنا مجاهد ليل نهار وأقول لك قويني قويني قويني، بالعكس هصلي أقول لك أشكرك لأجل ضعفي، أشكرك لأجل ضعفي، أشكرك لأجل ضعفي، لأن حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، لأن تحل علي قوة المسيح. أنا عايز قوة المسيح، مش عايز قوتي، مش عايز إمكانياتي، عايز إمكانياته. مش عايز أبقى جدع، عايزك أنت يا رب، أنا عايزك أنت، أنا عايزك أنت، وعايز أشهد عنك أنت، وعايز أمجدك أنت، عايز أكون ليك أنت، وعايز أعمل مشيئتك يا إلهي سررت. أنا العيون ذهني يا رب، بحلق النهاردة في ربنا من فضلك، بحلق وصدق أن قوة القيامة دي التي أقامت يسوع من الأموات هي نفس القوة التي زخرها الله لحياتك، نفس الشحنة الكهربائية دي، نفس القدرة الإلهية دي، نفس الإمكانية بالضبط، هي نفسها هي اللي ذخرها الله ليك وليك. عايز حاجة معاها تاني ولا لا؟ يا رب افتح بصائرنا، افتح عيوننا، علمنا طرقك مش طرقنا، فهمنا نعيشها بطريقتك مش بطريقتنا يا رب. يا رب يا رب خلي الضعيف فينا النهاردة يقول أنا فهمت، أنا فهمت، أنا بطل بالرب، أنا فهمت. خلي الصغير فينا الأحداث يقول إحنا أقوياء لأن كلمة الله ثابتة فينا، قد غلبنا الشرير. عايز أختص فيك، عايز ألبسك، عايز أستخبى جواك، عايزك تكون برج حصين، برج بجري وبتمنع فيك، بتمنع فيك يا رب، وأقول أنت ترسي قرن خلاصي وملجئي، الرب السيد قوتي، الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. الرب السيد قوتي، مش أنا، مش قوة بيمنحاني، هو قوتي، هو معونتي، هو ملجئي، هو قرن خلاصي، هو حصني. أنت يا رب، أنت، أنت يا رب، أنت يا رب، ومعاك مفيش حاجة مستحيلة، معاك مفيش حاجة اسمها ما ينفعش، معاك مفيش حاجة اسمها ما ينفعش، معاك مفيش حاجة اسمها ما ينفعش، تستطيع كل شيء يا رب. ممكن نرنم مع بعض أقوياء 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 في المسيح، أقوياء 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 أقوياء أقوياء
في المسيح أقوياء. من العالم أقوى، من الشيطان أعلى، كلامه لنا به يقيننا، يجعلنا أحكم من كل الأعداء. أقوياء 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 في المسيح أقوياء 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 في المسيح أقوياء 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 في المسيح أقوياء أقوياء بيعرف يمشي كويس ورا القائد. علشان كده الكتاب في رسالة كورنثوس قال شكرا لله الذي يقودنا في موكب في المسيح كل حين. لنا قائد عظيم، لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. وإذا لنا قائد منتصر فإحنا في المسيح منتصرين، غالبين إحنا بيك. إحنا جيوش المفديين، مش ممكن تقدر علينا أي صعاب وإحنا عبرين. لو تقدروا تعالوا نقف مع بعض رنم الترنيمة دي بفرح ونشاط. انت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. انت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. من ايه نرهب او نحتار واحنا في سترك محميين؟ غلب احنا بيك غالبين، احنا جيوش المفديين. غلب احنا بيك غالبين، احنا جيوش المفديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا موكب نصر فدينا.
نغلب الشر بدم ثمين. غلبك احنا بغلبين، احنا جيوش المهديين. غلبك احنا بغلبين، احنا جيوش المهديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا بنسبح ونرنم ليك، بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجداني. اهتف من قلبك للرب، بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجداني يا مليك. نرفع اسمك ونعليك، أصلنا فيك منتصرين. غلب احنا بك غلبين، احنا جيوش المهديين. غلب احنا بك غلبين، احنا جيوش المهديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين. هاليلويا.